بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى عن بني إسرائيل أنهم قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي بسبب ظلمهم، انتقاما من الله سبحانه وتعالى، فأماتهم الله جميعا. ثم لما تضرع موسى عليه السلام إلى ربه كيف يرجع إلى بني إسرائيل وهؤلاء ليسوا معه، فأحياهم الله ورد عليهم أرواحهم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، هذه جريمة ثانية من جرائمهم. أولاً أنهم قالوا، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. ثانيا أنهم قالوا لموسى أرنا الله جهرة. ثالثا اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. وقصة اتخاذ العجل ذكرها الله في سورة الأعراف وفي سورة طه مفصلة، وهو أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى الميقات الذي وقته الله له، وذهب بخيار بني إسرائيل معه، واستخلف أخاه هارون عليه السلام، خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما ذهب موسى ظهر رجل يقال له السامري في بني إسرائيل، فجمع الذهب المتكون من الحلي الذي استعاروه من آل فرعون، ثم لما أهلك الله آل فرعون بقي هذا الذهب عندهم، فاحتاروا ماذا يصنعون فيه، فاندفع هذا الشقي وانبر هذا الشقي السامري فجمعه منهم وصاغ منه عجلا، جسدا تمثال عجل، له خوار يدخل الهواء من طرف ويخرج من الطرف الثاني، فيكون له صوت كصوت العجل. ففتنوا به، وقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوه من دون الله. ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتكم البينات. وذكر الله القصة كاملة في سورة الأعراف وفي سورة طه، وماذا جرى بعد رجوع موسى عليه السلام وغضبه عليهم وتحطيمه لهذا العجل ونسفه في اليم. ثم عفى الله عنهم هذه الجريمة كرما منه سبحانه وتعالى، فعفونا عن ذلك مع أنه خطأ كبير وضلال مبين، ولكن الله جل وعلا واسع المغفرة عظيم العفو، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، أنزل عليه من الآيات البينات ما يدل على صدقه وتأييده عليه الصلاة والسلام. الجريمة الرابعة أنهم لما أمرهم الله ورسوله بالعمل بالتوراة تأبوا وتلكأوا ولم يمتثلوا، فالله جل وعلا
فالله جل وعلا نتق الجبل عليهم، رفعنا فوقهم الطور وهو الجبل على رؤوسهم، يهددهم به إن لم يعملوا بالتوراة، ظنوا أنه واقع بهم، يتحرون أن ينقض عليهم فيهلكه، فعند ذلك التزموا بالتوراة على تلكؤ وبطء، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، فهم لم يمتثلوا ما في التوراة إلا بهذا التهديد العظيم، ومع هذا لم يكن هذا عن رغبة منهم، وهذا يدل على شناعة كفرهم والعياذ بالله. الجريمة السادسة أن الله جل وعلا أمرهم أن يدخلوا الباب سجدا لما فتح الله لهم بيت المقدس وطردوا منه الكفار، أمرهم الله أن يدخلوا من الباب ساجدين لله شكرا، يدخلوا الباب سجدا شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ولكنهم خالفوا الأمر فدخلوا الباب على أستاههم يزحفون ولم يسجدوا لله عز وجل. قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ولكنهم لم يدخلوا ساجدين تكبرا وعنادا، ودخلوا يزحفون على أستاههم. الجريمة السابعة أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد، صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا عليه وحفروا له الحفر ووضعوا عليه الشباك، فإذا جاء يوم السبت جاء السمك ووقع في الحفر وأمسكته الشباك، فإذا جاء يوم الأحد أخذوه وأكلوه، هذا من باب الحيلة على محارم الله سبحانه وتعالى. قلنا لهم لا تعدوا في السبت، أمرهم الله أن يعبدوا الله عز وجل في هذا اليوم وأن يتركوا العدوان، لكنهم ونهاهم عن صيد السمك في هذا اليوم، فاحتالوا عليه حيلة ماكرة وعملوا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم، فخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. قلنا لهم لا تعدوا في السبت. وقصة السبت مذكورة في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فأخذ الله عليهم الميثاق على التوبة وترك هذا المنكر، وأهلك الذين اعتدوا في السبت وجعلهم قردة وخنازير، مسخهم سبحانه وتعالى. ولما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، حولهم الله ومسخهم كما احتالوا على أمره سبحانه وتعالى، لكنهم نقضوا الميثاق، فبما نقضهم ميثاقهم، أي بسبب نقضهم ميثاقهم، ولا ما هذه صلة للتوكيد، ولذلك الباء تعمل عملها وتجر ما بعدها، فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا هذا العهد الذي أخذه الله عليهم وعادوا لتعنتهم وظلمهم وعدوانهم وكفرهم بآيات الله، كفروا بالتوراة وبما أنزل الله على موسى، وعاندوا
وكفرهم بآيات الله، فبما نقضهم ميثاقهم، وهذه جريمة نقض الميثاق. الله جل وعلا قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وهذه جريمة تضاف إلى الجرائم السابقة، وهو أنهم يقتلون الأنبياء عليهم السلام، كما قال جل وعلا: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.